الرحمن الرحيم، السلام عليكم. هنكمل سلسلة البيدياتريك اند يونيتال ميكانيكال فنتيليشن، وهنتكلم النهاردة عن البلمونري ميكانيكس عشان زملائنا اللي داخلين امتحان بإذن الله الأسبوع الجاي. بالنسبة هنتكلم النهاردة عن البيزك ريسبيراتوري ميكانيكس، وهم ثلاث أشياء: في الكومبلاينس والريزيستنس والتايم كونستنت. هنركز النهاردة على الكومبلاينس، وان شاء الله في محاضرة تانية بنكمل الريزيستنس والتايم كونستنت. ايه هي الكومبلاينس؟ الكومبلاينس زي ما احنا عارفين هي الالاستيك بروبرتيز اوف ذا لانج، او كان بي ريبريزنتد بان هي الكومبلاينس عبارة عن التشينجز في الفوليوم على التشينجز في البريشر. المثلث اللي فوق دي لازم تقول تشينجز او الديفرنس ان ذا بريشر الديفرنس في الفوليوم، يبقى هو changes في الفوليوم على changes في البريشر. زي ما انتوا عارفين البريشر ديفرنس هيؤدي الى جاز فلو وزين تايم، هيؤدي الى فوليوم changes. ده بالنسبه كله على الكومبلاينس. ولازم تعرف ان الكومبلاينس الفنتليتور اللي انت حاطه عليها، هل هو بريشر فنتليشن ولا حاطه على فوليوم فنتليشن. ولازم تعرف كمان ان في علاقه عكسيه ما بين البريشر والكومبلاينس. لو هو البيشن على بريشر فنتيليشن، يعني فور اكزامبل لو احنا زودنا هنا البريشر، لو زاد الكومبلاينس هتقل. طيب ولو احنا قللنا البريشر الكومبلاينس هتزيد. عكس طبعا هنا الـ في الفوليوم فنتيليشن او في الفوليوم اتسيلف، لو احنا قللنا التايدال فوليوم هيقل الكومبلاينس، لزودنا التايدال فوليوم هيزيد الكومبلاينس. يعني خليك حط في بالك ان في علاقه عكسيه ما بين الكومبلاينس والبريشر، زاد البريشر قل الكومبلاينس، زاد الكومبلاينس قل البريشر، عكس العلاقه الطرديه ما بينه وما بين التايدال فوليوم. كل ما زادت تايدال فوليوم كل ما زادت الكومبلاينس، وكل ما قلت تايدال فوليوم كل ما قلت الكومبلاينس. فده انت لازم تعرف العلاقه ما بين الكومبلاينس والبريشر. التايب اوف كومبلاينس، في زي ما احنا عارفين احنا قلنا الديفينيشن اللي هي فوليوم تشينج بير يونت بريشر. الانواع الكومبلاينس، في نوعين من الكومبلاينس، في الاستاتيك كومبلاينس وفي الدايناميك كومبلاينس. دايما الاستاتيك كومبلاينس هي مور ريلايبل عن الدايناميك كومبلاينس. طب ايه هو الـ مثلا الـ لو قلنا مثلا قعدنا الديفينيشن بتاع الاستاتيك كومبلاينس، ريبريزنت البلمونري كومبلاينس ديورينج بيريود وزاود جاز فلو، يعني اثناء الانسبيراتوري بوس. طيب ولكن الدايناميك اثناء الانسبيريشن، زير از جاز فلو انسبيريشن اكسبيريشن سبيشالي مع الاكتيف انسبيريشن. طب ليه الاستاتيك كومبلاينس بيكون مور ريلايبل عن الدايناميك كومبلاينس؟ لان انت بتحسب البريشر داخل الالفولاي، لكن بالنسبه للدايناميك، الدايناميك كومبلاينس ده عباره عن انت بتدي بريشر، البريشر ده بيمشي في كل السيركتس. لو انت بتدي مثلا فور اكزامبل 100، 60% من البريشرز دي او 50% رايحين ما بين التيوب والسيركتس لحد ما توصل اللنج او الالفلاي، هيوصل لك نسبه بسيطه جدا جدا من البريشر ده. لكن بالنسبه للاستاتيك البريشر اللي هو جوه الالفلاي، يبقى انت سبيسيفيك للبريشر اللي جوه الالفلاي. عشان كده الاستاتيك كومبلاينس از مور ريلايبل عن الديناميك كومبلاينس. في اللي هي بالنسبه للاستاتيك كومبلاينس ازاي بحسبها عشان نيجي حساباتها بعدين ان شاء الله في الفنتليتور، هنحسبها عن طريق التايدال فوليوم على البلاتو بريشر ماينس البيب. الديناميك هي عباره عن التايدال فوليوم البي اي بي ماينس البيب. طب هنا في نقطه مهمه، انا ازاي اعرف البلاتو بريشر؟ هتيجي لنا يعني ازاي هنعرف البلاتو بريشر في السلايدز اللي جايه. لكن انت حط في بالك ان عشان اجيب استاتيك لازم يكون في بلاتو بريشر، الدايناميك خلاص انت محتاج البي اي بي، والبي اي بي ده موجود طول الوقت.
الكونتينوس زي ما قلنا برضو ان هي ان الستاتيك كومبلاينس قلنا انها مور كونتينوس ومور ريلايبل، والميجرمنت والتكنيك بتاع الدايناميك كومبلاينس برون تو اندر استيميت ذا توتال كومبلاينس اوف ذا لانج اند ثوراكس از انفلونس باي ريستريكتيف بارت اوف ذا لانج ميكانكس. ودي النقطه اللي تفرقوا عن الستاتيك داينامكس الستاتيك كومبلاينس، ان الدايناميك كومبلاينس بياخد الاير واي ومعاه الالفولاي، لكن الستاتيك كومبلاينس بتاخد بس اللي هي الالفولاي، يبقى البريشر اللي جوه الالفولاي. انا بتكلم على بريشر داخل الالفولاي فقط لغير اللي هو الريلايبل، بس انا الهدف الرئيسي انا عايز اعرف الماكسيمم بريشر اي نيدد تو فنتليت ذس لانج عشان تو افويد الاوفر ديستنشن والاندر ديستنشن. فاوريدي الاستاتيك بيكون مور ريلايبل، لان زي ما احنا قلنا الدايناميك كومبلاينس هيشمل الاير واي مع الالفولاي، لكن الاستاتيك هو بس مين الالفولاي قول لي. طيب لو اتكلمنا النقطه الثانيه عن الكومبلاينس دايناميك كومبلاينس والاستاتيك كومبلاينس اللي هي الميجرمنت اوف ريسبيراتوري ميكانكس ديورنج ميكانيكال فنتيليشن، زي ما قلنا ان الفرق الجوهري ما بينهم ان ده الدايناميك بيكون ناخد الاير واي والالفولاي، لكن الاستاتيك بتاخد لك بس الايه الالفولاي فقط لا غير. معنى ذلك ان ما اجي اعتمد على القراءات او اعتمد على الريدنج بتاعتي اعتمد على الاستاتيك، لكن طب والدايناميك مش هعتمد عليها؟ قال لك تنفعك، ممكن تفيدنا في تو ديترمايند المود اوف استيميشن ماكسيمم تايدال فوليوم يو نيدد اور الاود، ممكن تفيدك في ان انت تعرف بيها الماكسيمم تايدال فوليوم، يعني كنت تعرف بالدايناميك دي الماكسيمم تايدال فوليوم، لكن انا عايز اعرف البريشر الماكسيمم بريشر اي نيد تو فنتليت ذا لانج تو افويد الاوفر ديستنشن والاندر ديستنشن، يبقى لازم الاستاتيك كومبلاينس. النقطه اللي بعديها اللي احنا قلنا البي، لازم تعرف نقطتين مهمين جدا جدا، ان البي اي بي في الدايناميك كومبلاينس بيكون هاير ذان البلاتو بريشر، والبلاتو بريشر احنا قلنا ده بيكون مع الاستاتيك كومبلاينس. يعني البي اي بي ليه دايما بيكون هاير ذان البلاتو بريشر؟ البي اي بي زي ما احنا قلنا تو اوفر كام الاير واي ريزيستنس وبعدين نهايته توصل للالفولاي، لكن اوريدي البريشر اللي جوه الالفولاي اوريدي قليل، يعني معنى ذلك ان البي اي بي لازم يكون اعلى. لو جه واحد قال لي والله ان البلاتو بريشر اعلى من البي اي بي بريشر، لا ازاي بقى؟ ما ينفعش، لان البي اي بي بيجي من فوق بياخد اللي هو بياخد الاير واي وبعدين ينزل على الالفولاي، فالالفولاي بريشر دايما يكون اقل من البي اي بي، الا في حالات واحده بس لو انت بتعمل التيست او هنيجي في التيست بتاع الانهاليشن بوز او انسبيراتوري بوز تيست، ممكن البيشن بياخد البريس بتاعه ممكن يحصل كده، لكن دي رير فيري رير، لكن طول الوقت يعرف ان البي اي بي دايما اقل من البلاتو بريجر، والبلاتو بريجر سبيسيفيك للستاتيك كومبلاينس والبي اي بي سبيسيفيك فور دايناميك كومبلاينس. النقطه الثانيه المهمه بالنسبه لنا اللي هي الدايناميك كومبلاينس لوور ذان الستاتيك كومبلاينس، دايما كده الكومبلاينس بتاعت الدايناميك اقل من الستاتيك، لان انت الدايناميك واخده الاير واي ومعاها الالفولاي، لكن بالنسبه للستاتيك واخده الالفولاي فقط لا غير اللي هي فيها الكومبلاينس، فمعنى ذلك ان الدايناميك لازم تكون اقل من الستاتيك. النقطه الثانيه لو جينا اتكلمنا على الديزيز، ايه هي الديزيز بتاعت الدايناميك كومبلاينس والديزيز بتاعت الاستاتيك كومبلاينس؟ من اسمها انت عندي ما عندناش غير اتنين ديزيز فقط لا غير، في اللي هي اوبستراكتيف وريستريكتيف. الاستاتيك هي داخله جوه الالفولاي ملهاش دعوه باي حاجه غير الالفولاي، فدي تعتبر الريستريكتيف او بيسموها البارينكيما ديزيز والالفولار ديزيز زي الاتلاكتيسيز والنمونيا والنيموثوراكس. طب بالنسبه للدايناميك كومبلاينس ضيف عليهم هم هتضيف عليهم الاير واي ديزيزز اللي هي ايروي اوبستراكشن، سواء عندك سكريشن عندك اللي هي البرونكوسبازم والاشياء دي كلها تضيف على الالفولاي. طيب النقطه اللي بعديها اللي هي ازاي افرق او ايه الفرق ما بين البلاتو بريجر والبي اي بي او بيسموه البيك انسبيراتوري بريجر. احنا قلنا البلاتو بريجر هو البريجر نيدد تو مينتين لونج انفليشن ان ابسنت اوف اير فلو،
البلاتو ده ما بيجيش غير لما يحصل ان ابسنت اير فلو، ما فيش انسبيريشن، يعني انت عملت هولد بعد ما انتهى الانسبيريشن، عملت هولد خلاص، ابسنت اوف اير فلو. هو البريشر نيدد تو مينتين ذا لونج انفليشن ان ابسنت اوف ذا اير فلو. طب البي اي بي ذا بريزنت ده عباره عن ان هو بريشر يوز تو ديليفر تايدال فوليوم باي اوفر كم نون الاستيك اللي هي الاير واي والالاستيك اللي هي اللونج برينكما ريزيستنس. يقول البريشر زي ما احنا قلنا، البريشر بيجي من فوق واخد الاير واي وبياخد الايه الالفولاي، ياخد النون الاستيك والالاستيك، النون الاستيك اللي هي الاير واي والالاستيك اللي هي اللونج برينكما. فبالتالي هو عباره عن بريشر ديليفر ذا تايدال فوليوم تو اوفر كم ذا ريزيستنس. الريزيستنس هيقابلها فين؟ في الاير واي من فوق للنون الاستيك ومن تحت في اللونج برينكما. يبقى ده الفرق الجوهري ما بين مين؟ ما بين البلاتو بريشر وما بين البي اي بي بريشر. طب واحد يسال والله وانا محتاج البلاتو بريشر في ايه؟ احنا قلنا البلاتو بريشر انا محتاجه عشان اقيس الاستاتيك كومبلاينس. طب وانا عايز اقيس الاستاتيك كومبلاينس ليه؟ عايز اقيس الاستاتيك كومبلاينس عشان اعرف الماكسيمم بريشر اللي انا محتاجه عشان ما اعملش اوفر ديستنشن ولا اندر ديستنشن. يبقى اعرف ان المريض ده محتاج البريشر ده اللي يكفيه اللي يخليه يمشي معانا ويمشي اموره بخير، لا يحصل اندر انفليشن وبالتالي يدخل في الكولابس ويحصل في مشاكل اللي هي البارتروما والفوليتروما والاشياء دي كلها، ولا الاوفر ديستنشن ويدخل ادخل المريض بتاعي في نيوموثوراكس. فمعنى ذلك ان نعرف البلاتو بريشر عشان اقيس بيه الاستاتيك الاستاتيك كومبلاينس دي مهم، لان احنا قلنا الاستاتيك كومبلاينس عباره عن ايه؟ تايدال فوليوم على مين؟ على البلاتو بريشر ماينس البيب. يبقى انا طب انا هجيب منين البلاتو بريشر ده؟ انا عندي على الجهاز بس مش غير البي اي بي، فلازم اعمل تيست اسمه الانهيليشن بوز، هاجي لكم ونتكلم عنه. اهو كده الانهيليشن هول، بيسموها الانهيليشن هول، بيسموه الانهيليشن هولد. الانهيليشن هولد اور انسبيراتوري بوز يعني هولد الاير ان ذا لانج ات اند اوف انسبيريشن. يعني انت جه في الانسبيريشن رحت موقفين، عملنا هولد، عملنا بوز، بيسمينا بوز عشان نقيس الايه الميجر الستاتيك كومبلاينس. زي ما انتوا عارفين هنا البي اي بي بيكون اعلى، زي ما احنا قلنا البي اي بي بيكون اعلى من البلاتو. طيب البلاتو لو جالك خلاص انا المعادله بتاعتي محتاج تايدال فوليوم، تايدال فوليوم موجود، ومحتاج بيب، ومحتاج البلاتو بريشر. انا هعمل انفليشن، باجي على الجهاز وادخل على سبيشال مانوفر، سبيشال مدوس عليها، ادوس على سبيشال مانوفر على الجهاز، هتجي لي الانسبيراتوري هولد. ادوس على الانسبيراتوري هولد ما تديكش غير هو من 3 ل 5 سايكل سكند، ويبتدي يظهر لك البلاتو بريشر ويظهر معاها الاذر بارامتر عشان تحسب بيها تحسب بيها الاستاتيك كومبلاينس. طيب يبقى هنا البلاتو، لو احنا قلنا البلاتو بريشر ميجر مينت ان ذا فوليوم مود فنتريكل، ودي مهمه، ثاني نقطه مهمه جدا جدا، يعني البلاتو ما اقدرش اجيبه من البريشر فنتليتور، لكن اقدر اجيبه من الفوليوم مودز، لكن البريشر مودز مش هعرف اجيبه، لان بريشر مع بريشر خلاص البي اي بي هو يمثل البلاتو بريشر، فبالتالي البريشر ثابت، يعني البريشر في البريشر بيكون ثابت. في البريشر مود مش هعرف اجيب منه الاستاتيك كومبلاينس، لكن هو الفوليوم مود، لان الفوليوم انت اللي حاطه وبعدين البريشر متغير. يبقى البريشر مود البريشر ثابت مش هعرف اجيب منه البلاتو بريشر عشان احسب بيها الاستاتيك كومبلاينس، لكن مع الفوليوم مود انت عندك البريشر هنا، انت مثبت الفوليوم، لكن البريشر في ديفرنس في البريشرز، فانت معنى ذلك تقدر تحسب منه الاستاتيك كومبلاينس. احنا قلنا البيج بريشر البلاتو بريشر ده البريشر الحقيقي اللي بينفخ اللنج او بيفتح لك او بيعمل لك انفليشن للالفولاي، لكن البي اي بي ده مش البريشر الحقيقي لانه ضايع نصه في الاير واي وفي التيوبس والاشياء دي كلها، فما بيدكش الصوره الحقيقيه للبريشر اللي انت محتاجه. ده عشان كده احنا البي اي بي ملوش ليميت، لكن البلاتو بريشر ليه ليميت، والليميت بتاعه 30 سنتيمتر ووتر. طب نرجع نحسب ازاي نعمل حاجه اسمها اللي بيسموها الانهاليشن هولد او الانسبيراتوري بوز. زي ما قلنا
هتدخل على تيجي على الجهاز وتدوس على السبيشال مانوفر. بعد ما تدوس على السبيشال مانوفر هيجي لك الانسبيراتوري هولد، تدوس على الانسبيراتوري هولد. هو اصلا الجهاز مصمم ان هو ما يزيدش عن 3 تو 5 سكند وتستنى. هيبتدي يظهر لك بقى ايه، يظهر لك زي ما انتوا شايفين كده في الـ في السلايد دي، ان الاولانيه انت عندك الانفليشن او دخل، وبعدين وقفنا عملنا هولد الانهاليشن هولد ومفيش اكسبيريشن. انا الفكره كلها ان انا زي قانون نيوتن، كل فعل ورد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. الهواء دخل الالفولاي ومش عارف يخرج، انت قفلت عليه خلاص. فالهواء اللي داخل الالفولاي ده، انا عايز احسب الهواء اللي داخل الالفولاي ده اللي هو بيسموه البلاتو بريشر، عاده ما بيزيدش عن 30، لكن انت تحسبه. لو حسبت البريشر اللي جوه الالفولاي ده بعد ما عملت انسبيراتور هولد، هيديك كلو عن ستاتيك داينامكس وتعرفك ايه الماكسيمم بريشر اللي انت محتاجه، وايه على اساس انت لا تزيد عنه ولا تقل عنه، فبالتالي تافويد ان يحصل هذر للبيبي من الاوفر ديستنشن من النيوموثوراكس والاندر ديستنشن من الكولابس. يبقى ده فايده ان انا اعمل البلاتو، وفايده ان اعمل انهاليشن هولد او انسبيراتوري بوز. ارجع للنقطه اللي بعديها، ايه الكلينيكال امبليكيشنز او ابلكيشنز في للكومبلاينس عندي. اول حاله وتهمني في الان اي سي كل يوم اللي هي الار دي اس. الكومبلاينس بتاع الار دي اس احنا عارفينه بيكون دايما لس، فبالتالي البيشن ده محتاج هاير بريشر. ليه هاير بريشر؟ تو انشور تايدر فوليوم ديليفر. يبقى دي اول كلينيكال ابلكيشنز عن الكومبلاينس. النقطه الثانيه، يبقى احنا خدنا من اللو كومبلاينس، ناخد اللي هي رول اوف سيرفاكتنت. لو انت اديت البيش عنده ار تي اس، حطيت له سيرفاكتنت، هتعمل امبروفمنت للكومبلاينس، هتؤدي الى رابيد ديكلاين في البربيجر ريكوير تو ديليفر تايدال فوليوم افتر سيرفاكتنت ادمنستريشن. بس خلي بالك، وانس يو جيف سيرفاكتنت لازم تقعد جنب المريض، لان الكومبلاينس البريج المعنى زي الكومبلاينس بتاعت اللنج هيتحسن، فالبريشر اللي انت حاطه عالي ده البيشن ده مش هيحتاجه، فلازم تكون قاعد جنب المريض على اساس ان انت تفضل تراقب وتعمل مونيتور كلينيكالي وبايوكيميكالي وراديولوجيكالي، وتشوف البارامترز على الجهاز، وتشوف الكومبلاينس، وتشوف التايدال فوليوم، عشان immediately you have to reduce البريشر. لان انت لو انت اديت سيرفاكتنت وسبت المريض، اللنج كومبلاينس هيتحسن، تبدا توسع مع الهاي بريشر اللي حضرتك مديهوله، هتفرقع البيشن يدخل منك في النيوموثوراكس، يبقى انت جيت تفيده، يبقى انت كده ايه ضريته. طب ناخد مثال عشان نقيس بيها الكومبلاينس. المثال مثلا عندك بيبي في الان اي سي يو لسه ترايزيس 3 كي جي نيونيت تايدر فوليوم ديليفرد 14 ml. البريشر ريكواير تو درايف ذيس فوليوم از بي اي بي 18 اند ال بي 4. هاو تو كالكوليت الكومبلاينس، ازاي نعرف الكومبلاينس؟ الكومبلاينس احنا قلنا اللي عندك تايدال فوليوم على البريشر، مش احنا قلنا التشينج ان ذا فوليوم على التشينج ان ذا بريشر. طبعا عندي الفوليوم كام؟ 14. طب والبريشر جريدينت اللي معايا عندي كان 18 والبي 4، ال 18 ماينس ال 4 هيديك 14، 14 على 14 هيديك 1 مل سنتيمتر ميركوري. هي دي الكومبلاينس، واللي هي الواحد في النورمال كومبلاينس في عندك 0.03 تو 0.06 ده لتر لتر، ودي اللي هي النورمال كومبلاينس. هي عاده ال1، في بعض تعتمد على الاجهزه اللي عندك، لو عندك دريجر هي ال1. طيب الاذر كلينيكال ابلكيشنز اللي هي لازم تحط ببالك، كولابسد اور اوفر ديستنشن لانج يعمل لك بور كومبلاينس. عشان كده جت من هنا فكره ان انا عايز اعرف البلاتو بريشر، البريشر اللي جوه اللي هو انفليت الالفولاي ده، البريشر الحقيقي اللي انت تعرفه. لازم تعرف الماكسيمم بريشر يو نيدد تو امبروف الكومبلاينس بتاعتك. عشان انت لو ما عرفتش الايديال بريشر ولا الاوبتيمال بي بريشر يو نيدد، فهتؤدي الى كولابس ويؤدي لك الاوفر ديستنشن. البيب زي ما انتوا عارفين هو ده الماجيك اللي بيسموه البيب في الاوبتيمال بيب، اللي هو البريشر ريكوايرد تو اوبن ذا لانج اند سكيب ات انفليشن. وده طبعا البيب بيكون افضل من البي اي بي لانه ده كونتينوس بريشر.
فبيحافظ لك على اللانج مفتوح. لكن البي اي بي مش نوت كونتينوس بريشر، فبيفتح ويقفل، يفتح يقفل، يفتح يقفل، فبيفتح القفل وفتح، يفتح يعمل لك اوفر ديستنشن ممكن تدخل في باروتروما، يقفل ممكن يدخل في النيوموثوركس، يقفل يعمل لك كولابس اتلكتيتك تروما، الفتح والقفل والكلام ده كله ممكن يعمل لك اللي هي البايو تروما والاتلكتيت تروما والبارو تروما. طيب الهاي بي اي بي اللي هو اكسس بريجر which over the بيعمل لك over distension lung nutrition مش هيؤدي الى better volume delivery، ده ممكن يعمل لك over distension هيقلل لك الكومبلاينس بتاعت اللنج، وفي ممكن مش بيقلل الكومبلاينس بس، ده ممكن يدخلها في نيوموثوركس، وممكن يعمل لك هيمو دايناميك انستابيليتي عن طريق ان بيقلل لك الفينوس ريتيرن، فيقلل لك الكارديك اوتبوت ويعمل لك ايه؟ يقلل لك السيبرا بريفيوجا، ممكن يدخلك في انترافنتريكولا هيموريج كمان. طيب الاذر كلينيكال امبليكيشن ده اللي هو طبعا ده الماجيك كيرف بيسموه السلوبنج كيرف، بيسموه اللي هي بيسموه البريشر فوليوم كيرف، اللي هي عندك في ثلاثه زونز، الزونز اللي تحت اللي هي لو فانكشن ريزيدوال كاباسيتي، وفي اللي هي السيف زون اللي هي النورمال فانكشن ريزيدوال كاباسيتي، وفي الابر زونز اللي بيسموه الهاي فانكشن ريزيدوال كاباسيتي بيسموه الاوفر ديستنشن. في عندك تو زونز حاول تبعد عنهم، الزون اللي تحت دي بيسموه الاتلكتيك زونز، والزون اللي فوق دي بيسموها الاوفر ديستنشن زون. الزون اللي تحت ده انت حضرتك ممكن حاطط البيب حطه قليل اقل من الفيسيولوجيكال بيب من الاربعه ولا الخمسه، والتاني الاوفر ديستنشن حطه اعلى من الفيسيولوجيكال بيب ممكن حطه ممكن 8 و9، ولو ان احنا عندنا ممكن كان جو تو 12 بس ديبند اون ذا الكومبلاينس، يو هاف تو تشيك ذا بلاتو بريشر والستاتيك كومبلاينس عشان تعرف البيبي ده محتاج اوبتيمال بيب بتاعه كام، هل ممكن الاوبتيمال بيب بتاعه 5، ممكن الاوبتيمال بيب بتاعه ممكن 4، ممكن الاوبتيمال بيب بتاعه ممكن 8 او 10، هتعرفها من البلاتو ومن الستاتيك كومبلاينس. عشان كده جت فايده الستاتيك كومبلاينس وقلت لك ازاي تعرفها. طيب فده ماجيك، ماجيك لوب بيسموه السلوب لوب، ده ماجيك ماجيك بيسموه اللي في عندك الانفليكشن بوينت، في الانفليكشن بوينت اللي هي اللي بيسموه الكريتيكال اوبننج بريشر اللي تحت ده لازم تكون اعلى من الانفليكشن بوينتس باي 2 تو 3 سنتيمتر ووتر عشان توصل لحاجه اسمها الاوبتيمال بيب. عشان توصل للاوبتيمال بيب لازم توصل من الانفليكشن بوينتس دي الاوبننج كريتيكال اوبننج بريشر او اللي هي الانفليكشن بوينت اللور lower inflection point دي لازم تكون اعلى من lower inflection point by 2 to 3 سنتيمتر ووتر، وما توصلش للابر inflection point دي على اساس انت لو وصلت اعلى منها هتتوصل الى over distension والبيشن ده يدخل منك في نيومو سوركس. ايه الكونكلوجن؟ الكونكلوجن بتاعنا as you see here هو از واتشنج ذا، واحد ماسك الفنتليتور عمال يشوف الكومبلاينس ويشوف البريشر ويشوف التايدل فوليوم، وواحده تانية ماسكه المونيتورنج عمال تشيك عليه وتشوف الهارت ريت والبريشر والاشياء دي كلها، وفي اتنين عاملين يعملوا ديسكشن طفين المريض في النص، المريض متساب. يعني الهدف منها ان انت بجانب ان انت عايز تفيد المريض وانت بتبص على الستاتيك كومبلاينس والديناميك كومبلاينس والبريشر والاشياء دي كلها، يو هاف تو فولو يور بيشن بيكوز ذا اند ريزلت ات ويل بي ذا ذا بيشن سيفتي. طيب ايه الكي بوينتس؟ الكي بوينتس من الـ من الكومبلاينس، اول واحده انت يو هاف تو نو وات از ذا مينينج اوف كومبلاينس. كومبلاينس احنا قلناها الاستيك بروبرتيز اوف ذا لانج اند شيست وول، الاستيسيتي بتاعه اللانج، الديستنسابيلتي بتاعه اللانج، يبقى ده اول حاجه لازم تعرفها. النقطه الثانيه لازم تعرفها ان في علاقه عكسيه ما بين الكومبلاينس والبريشر، البريجر لو زاد الكومبلاينس تقل، الكومبلاينس لو زادت البريجر هيقل. طيب النقطة التانية انت لازم تعرف انواع الكومبلاينس، الكومبلاينس احنا قلنا فيه اللي هي الديناميك كومبلاينس والاستاتيك كومبلاينس. الديناميك كومبلاينس ان هي ريبريزنت البلمونري كومبلاينس ديورينج جاس فلو ساتش از اللي هي الاكتيف انسبيريشن، ودي في معادله بتاعتنا اللي هي التايدل فوليوم على البي اي بي ماينس البي. الاستاتيك كومبلاينس ريبريزنت البلمونري كومبلاينس ديورنج بيريود ويزاوت جاس فلو، مفيش جاس فلو ديورنج انسبيراتوري بوز انسبيراتوري هولد، واحنا قلنا ازاي تعرفها عن تخش السبيشال مانوفر على الجهاز يديك الانسبيراتوري هولد تدوس عليه يديك 3 ل 4 ثانيه يظهر لك كل حاجه بقى، يظهر لك التايدل فوليوم ويظهر لك البلاتو ويظهر لك البيب، تقدر تحسب منه الاستاتيك كومبلاينس وبيزد عليه تعرف الاوبتيمال بيب او بريشر اللي انت محتاجه عشان دونت افويد الاوفر ديستنشن
ديستنشن والاندر ديستنشن. الاوفر ديستنشن تعمل نيوموثوراكس والاندر ديستنشن تؤدي الى الاتلكتيتك تشينجز. طيب يبقى انت كده عشان انت عايز تعرف البريجر اللي موجود جوه الالفولاي، يبقى انت احنا قلنا تعمل اللي هي الانهيليشن تيست. الانهيليشن انت زي ما احنا قلنا تعرف البريجر جوه الالفولاي، وقلنا قاعده نيوتن اللي هي كل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فانت عايز البريجر يدخل جوه الالفولاي مش عارف يخرج، فبالتالي هو انت قيس بقى هنا البلاتو بريجر عشان يفيدك في الكومبلاينس. واحنا قلنا ان ده مور ريلايبل، ودايما تقيسه على الفوليوم مود ما تقيسهوش على البريجر مود، لان البريجر في البريجر مود البريجر الاثنين بيكونوا ثابتين. اد انت تراي تو افويد الكولابس، تراي تو افويد الاوفر ستريتشنج اوفر ديستين، اذروايز ات ويل ليد تو بور كومبلاينس. اشكركم وان شاء الله بنكمل الريزيستنس ونكمل التايم كونستانس. بس انا عملتها دي على اساس ان زملائنا داخلين امتحان، فعشان يستفيدوا منها ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. شكرا جدا، سلام عليكم.